ربيتك صغير وانحسر، ليش انكرتني بعيونك الوسعة تحسن موزر صبيتني. كلمات الأغنية وإحساسها الصادق دفعا صديق الملاية لتغنيها بصوتها. قد يكون ذلك بسبب تشابه قصة الأغنية مع قصة صديقة حين تخلى عنها الأصدقاء والأهل ولم يبق لها من قصتها إلا الذكرى. ماذا حصل مع صديقة؟ عنب بلدي بودكاست. كلهم باعوني في يوم واحد في غرفتها المظلمة في بناء مهدد بالانهيار. تصف صديقة الحال الذي وصلت إليه بعد تخلي الناس عنها. لا تصدق كيف حدث هذا معها، هي التي كانت المغنية الأولى في العراق، والناس يطلبون القرب منها ويستجدون رضاها، ثم آل بها الحال إلى الفقر وطلب سعر رغيف الخبز من المحسنين. يأتيها وارد من المال من بعض أهل الخير يدفعون 4 دنانير إيجاراً لغرفتها شهرياً، وتعطيها الإذاعة راتباً شهرياً، هو قليل لكنها تسد به بعض احتياجاتها. بعض الناس من الجيران كذبوا هذه الرواية وقالوا إن أحداً لم يعطها شيئاً، وأنها كانت تأكل وتشرب وتعيش من حر مالها ومرتبها الضئيل، ولم تطلب من أحد قرشاً واحداً كما قالت إحدى النساء اللواتي عايشنها في مرحلة صعبة من عمرها. لا يقولون عليها الجدة، هي ما الجدي، هي ما الجدي، لا الجدي ولا شيء، هي همينة بتخير، وهي عندنا كانت عدنا وكذب كل واحد اللي يقول أنا انطيتها وأنا خدت لها وأنا جبت لها وأنا دفنت، هذا كله تكذب. بلغت من العمر أكثر من 60 عاما، حالها يسوء كل يوم أكثر، خاصة بعد إشاعات تقول إنها ماتت. لكن ما الذي يقصدونه بماتت؟ هل توفيت فعلا وفارقت روحها الجسد، أم ماتت في أذهانهم وانشغلوا عنها بفناني عصر جديد؟ صديقة، أنت صديقة الملاية، لا أصدق أنني أراك مجددا. لماذا يا بني؟ هل كنت ميتة وعدت إلى الحياة؟ نعم أقصد، لا، لكن الإشاعات كثرت حول وفاتك وها أنت أمامي الآن. معك حق، أضحيت ميتة الآن، صادقتهم وأحببتهم لكنهم نسوني. كيف استدللت على بيتي؟ الأمر لم يكن سهلا، سألت كثيرا وبحثت كثيرا. وما الذي جاء بك إلى هنا؟ أبشري يا سيدتي، سيكون لك مرتب تقاعدي. مرتب لي أنا؟ من قال هذا؟ أين مرتبي؟ أين هو يا بني؟ خصصت لك الحكومة العراقية مرتبا شهريا قدره 100 دينار وسيصلك بعد أيام. أشكرك على هذه البشرى، رددت لي روحي. يعتقد من يسمع هذه الأغنية أنها غنيت لمدينة الناصرية العراقية، لكنها ليست كما تبدو، بل هي لشخص غال على قلب صديقة تكن له من الوفاء الكثير، وهو الشيخ خزعل. تعرفت على هذا الرجل بطريقة غريبة. اطرقت امرأة باب صديقة ذات يوم وطلبت منها الحضور للغناء في مولد. ذهبت معها واستقلتا القطار، فتفاجأت صديقة بوصولها إلى البصرة، وهناك التقت بالشيخ خزعل الملقب بأبو عبيد،
الذي استدرجها إلى هناك بعد الأقاويل التي سمعها عن صوت الملاية. كان يريد تعليمها وتهذيب صوتها، وبقيت عنده سنتين تتعلم الغناء منه. حين توفيت غنت له هذه الأغنية. فرجة بنت العباس، هذا اسم صديقة الحقيقي قبل انفصال والديها عن بعضهم وانتقالها للعيش مع والدتها في بغداد في حي شعبي كانت منه بدايتها. هناك بدأت بالغناء وكانت تدندن في الجلسات مع أهل الحي حتى اشتهرت بين أبنائه بقوة صوتها وصدقه، فصار الناس يطلبونها لتنجد في المآتم. كان هذا متعارفا عليه في العراق، إذ تنشد صديقة ذاكرة محاسن الشخص المتوفى، وتعرف المنشدة في المآتم بلقب الملاية. لكن هذه الشهرة الكبيرة التي وصلت إليها لم تكن قمة الحظ بالنسبة لها. بالرغم من أن الشهرة أوصلتها للعمل في الملاهي الليلية، مما زاد معرفتها بالفنانين والموسيقيين وبعض متعاهدي الحفلات، إلا أن أهلها في كل مكان علموا بعملها في تلك الملاهي، فراحوا يلاحقونها ويوجهون التهديدات لها. أقاربها هددوها بالقتل وبعضهم بالملاحقة، لذلك اضطرت للتخفي وتغيير اسمها إلى صديقة، وصار الجمهور يلقبها بصديقة الملاية. هكذا صارت معروفة في العراق. وفي أحد الملاهي وجدت صديقة ضالتها. الله يخلي صبري صندوق من البصرة، عليهم عليهم ذبني عليهم 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 ذبني عليهم. صديقة صديقة تعالي اسمعي. ماذا جرى؟ لماذا تنادينني؟ إن دوري على المسرح الآن. أي مسرح وأي دور؟ جاء صاحب شركة للإنتاج ويريد مقابلتك. ظننت أن شيئا ما حدث، أتيت إلي مسرعة من أجل هذا؟ ألم تفهمي ما معنى مجيء صاحب شركة للإنتاج إليك؟ سيطلب أغنية أغنيها له مقابل المال، أو يطلب أن أخذ دور المطرب الذي يغني بعدي. أي قصر نظر أصابك يا صديقة؟ سيطلب منك تسجيل أسطوانة بأغانيك، ستصبحين مشهورة يا فتاة. بدأت تسجل أسطواناتها الخاصة وتغني أغاني من المقام العراقي، وتنتشر أسطواناتها بسرعة تذهل الجمهور. وفي عام 1936 بعد أن افتتحت الإذاعة في بغداد، نقلت غناءها وشهرتها إلى كل الشعب العراقي، وغنت من خلال الإذاعة لتكون أول امرأة تغني من خلال إذاعة في العراق. بدأ الناس يألفون صوتها ويحبونه، بل واعتادوا عليه وعلى ما تقدمه من فنون. غنت أغان تراثية وأغان رسخت في أذهان العراقيين، لكن الأسطوانات التي سجلتها لم يحفظ منها إلا القليل، ولم يستطيعوا إيجاد الكثير منها. عام 1929
سمعت صديقة خبراً ساءها سماعه. انتحر رئيس الوزراء العراقي آنذاك عبد المحسن السعدون. كان ذلك خلال الحكم الملكي للعراق. هذا الخبر كان صادماً لها، وعلى إثر الصدمة كتبت قصيدة وغنتها، لكن هذه القصيدة اختفت فجأة ولم يعد لها وجود، اختفت بقرار رئاسي. وكانت الأحداث التي تدور حول تلك الأغنية، من انتحار رئيس الوزراء إلى الأسباب والمشاعر المختلطة حينها، مجهولة. وحتى الآن لم يستطع أحد معرفة محتوى الأغنية التي كتبتها صديقة. ضاعت كما ضاع أرشيف كبير من أعمالها بسبب إهمال بتوثيق وأرشفة أغانيها والأسطوانات التي سجلتها. وبقيت شهرة صديقة محصورة بالعراق بالرغم من سفرها وتنقلها بين العديد من الدول. وحيا يا بلد ما سهرت ليالي وحيت طفت ما بين مهديلك أغاني كثيرة غنتها صديقة لتوثق حكايات التراث العراقي، لتصبح حياتها إحدى هذه الحكايات. حكايات تسابق صحفيون وكتاب وفنانون على توثيقها بعد رحيل صديقة عام 1969. استمعتم إلى بودكاست نساء من عنب بلدي. أعددت هذه الحلقة وقدمتها أنا سكينة المهدي. نحن موجودون على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، وساوند كلاود.